بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، بس في بعض الأخبار بسرعة كده. الرئيس الأوكراني يقول: بايدن أبلغني بأن الوقت غير مناسب لفرض منطقة حظر الطيران. طبعا منطقة حظر الطيران قال لك إن هو ما ينفعش، عشان خاطر لو حصل في حظر طيران مش هينفع بقى الامدادات والمعونات الانسانيه او حتى الامدادات العسكريه اللي هي بيحاولوا يوصلوها لاوكرانيا، مش هينفع توصل. ولو حصل ان فيه حاجه زي كده هيبقى في اشتباك طيران مع روسيا، وده طبعا هيؤدي الى عواقب يعني وخيمه. الخبر الثاني، الرئيس الاوكراني بيقول اذا سقطت اوكرانيا ستكون القوات الروسيه على حدود الناتو. طيب يعني اذا كانت يعني مثلا اوكرانيا هي اللي هتخلي القوات الروسية على حدود الناتو، طيب ما هو الناتو عايز يبقى على الحدود الروسية بكل صراحة يعني. وطبعا يعني احنا هنتكلم عن مسألة يعني ان روسيا لها الحق في هذه الحرب، ولم تكن حرب عدوانية بكل صراحة. الخبر الثالث بيقول ايه؟ اذا كان الناتو لا يريد اوكرانيا، هذا الخبر لزيلينسكي بيقول اذا كان الناتو لا يريد اوكرانيا فنحن بحاجة لضمانات أمنية أو ضمانات آمنة. الكلام ده ينم على تراجع في تصريحات الرئيس الأوكراني، وده يدل على أن في تقدم كبير على الأرض بالنسبة للجيش الروسي، أو على الأقل في قصف شديد. طبعا الأقمار الصناعية رصدت ركل عسكري روسي يعني طوله 60 كيلو، كان بيتكلموا على 27 كيلو، دلوقتي بيتكلموا على 60 كيلو متر. يعني حاجة ضخمة جدا جدا يعني. الرئيس بوتين طبعا بيضع ثلاث شروط لإنهاء الحرب على أوكرانيا، من ضمنها أن تعترف أوكرانيا بجزيرة القرم على أساس أنها أرض روسية. كمان يعني عدم الانضمام لحلف الاتحاد الأوروبي أو لحلف الناتو. تكون أوكرانيا الشرط الثالث، تكون اوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح، ما يكونش فيها اي سلاح، عشان خاطر تبقى يعني زي ايه، زي خط احمر كده ما بين روسيا وما بين حلف الناتو. كمان الرئيس بوتين بيقول ايه؟ نصر على اخذ مصالحنا في الاعتبار دون قيد او شرط. احنا نصر على اخذ مصالحنا من هذه الحرب. زيلينسكي ايضا يقول تنفيذ الضمانات الامنيه لابد ان يكون ملزما قانونيا. معنى الكلام ده برضو ان في تراجع في الـ 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 في تصريحات، يعني التصريحات نفسها ما كانتش زي امبارح، ما كانتش زي اول امبارح، لكن التصريحات بدات تتراجع من ناحيه كمان في يعني من ناحيه اوكرانيا. زيلينسكي كمان بيقول على شركائنا التحرك بسرعه، وبيطالب يعني بان يبقى في حصار عالمي على روسيا. طبعا امريكا او يعني الاتحاد الاوروبي او حلف الناتو طلب من مصر اغلاق ممر قناه السويس امام السفن الروسيه كمان العسكريه والتجاريه. طبعا حصل رفض من القياده المصريه، قالت نحن لا نغلق ممر قناه السويس الا اذا كانت هذه الدوله في حرب مع مصر، ونحن لسنا في حرب مع روسيا. ايضا ما ننساش نشيد بالموقف السعودي ثم الموقف الاماراتي في منظمه اوبك بلس. ايضا رفضوا الامير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، يعني رفضوا المنظمه تقريبا، يعني رفضت زياده انتاج البترول عشان خاطر يعوضوا الفاقد من روسيا. كمان لغايه دلوقتي روسيا لسه ما اغلقتش عنهم الغاز، وانا اعتقد ان الرئيس الروسي ذكي جدا جدا جدا. ليه؟ لانه مش عايز يستفز الشعب الاوروبي. الشعوب الاوروبيه تعتمد اعتماد يعني تقريبا 48% من اعتمادهم على الغاز الروسي، فلو قطع الغاز اللي هو خط نورد ستريم 1 هتبقى مشكله كبيره جدا في اوروبا، وبيبقى استفزاز للشعوب الاوروبيه. طبعا الرئيس الروسي لغايه دلوقتي ما قطعش خط الغاز، لكن خط الغاز ده برضه سلاح استراتيجي هيضغط عليه، هيضغط بيه الرئيس الروسي اذا لزم الامر. العقوبات كلها اللي عاملاها اوروبا والعالم تقريبا على روسيا مش مقصره في روسيا. والغريب كمان ان وسائل الاعلام جلها معظمها
تحس ان هي مع الغرب، وللاسف الشديد حتى قناه الغد، قناه العربيه، حتى قناه الغد. يعني النهارده انا لاحظت وانا بتفرج الروس، الطرف الروسي بيحلل وبيتكلم بيقول له يعني انت شكل الاطفال يعني يرضيك ومش يرضيك، قال له كل حرب لها ضحايا، واخد بالك ازاي؟ ولما كانت احتلت العراق واطفال العراق فالمذيعه عليهم ان الله ما تستحق قطعت الكلام، احنا مش عارف ايه، وقعدت بقى ايه تغلوش عليه، وكل ما تيجي المحلله الروسيه تتكلم تقول لا بسرعه لو سمحت، بسرعه لو سمحت، وتدي الطرف الامريكي ان هو يتكلم براحته. وده طبعا معروف في الازدواجيه. لكن انا الشيء الغريب جدا جدا ان مثلا ليه الاعلام العربي مع 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 الغرب يعني، وعمال يجيب لك صور الاطفال، ما كانتش صور اطفال العراق وصور اطفال روسيا، اقصد سوريا، وصور اطفال ليبيا اللي حلف الناتو وهو اللي دمر ليبيا، وامريكا اللي دمرت سوريا، وطبعا روسيا مشتركه مع يعني حلف الناتو مع امريكا في مساله سوريا، لكن كلهم يعني الاطفال دول ما لهمش يعني نصيب يعني. فبصراحه مش عارف يعني احنا كعرب وكمسلمين اللي احنا شفناه في العراق وشفناه في افغانستان، بغض النظر انت تختلف مع الافغان او تتفق معاهم واخد بالك، لكن ده كان يعني غزو امريكي للعراق ولافغانستان، واخد بالك ازاي؟ تحت دعوه الامن القومي الامريكي. انت فاكر ايه؟ يعني روسيا اللي هي اوكرانيا بجوار روسيا على الحدود مع روسيا، ما ينفعش روسيا تدافع عن امنها القومي وتحاول ان هي يعني تدغدغ وتكسر اوكرانيا، حتى واذا كان يعني حتى لو هتتسبب في حرب عالميه ثالثه. امن قومي، انت جاي عندي ليه؟ سبحان الله، العدوان والغزو، وسبحان الله اعلام 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 منافق، اعلام مضلل، اعلام يعني نسوا العراق. والله انا ما انسى ابدا ان الحصار اللي اتعمل على العراق بعد تحرير الكويت، يا رجل من سنة 91 لغاية 2003 حصار كامل على العراق، النفط مقابل الغذاء، الأطفال ما كانوش بيلاقوا اللبن، الأطفال اللي هم بيرضعوا ما كانوش بيلاقوا اللبن، ولا الغذاء كان متوافر، ولا الدواء، ولا ولا ولا، سبحان الله لغاية ما أهلكوا الجيش العراقي واستنزفوه طبعا، وحصار ومفيش أي تبادل وكل ده، وفي الآخر 2003 غزو العراق بتحت بند أسلحة الدمار الشامل. ومش عايزين النهارده يعني هم بيحتلوا، شوف جايين منين؟ عشان الشرق الاوسط، من امريكا، عشان العراق قال ايه؟ خطر امن قومي على امريكا، سبحان الله العظيم. وروسيا اللي جنبها اوكرانيا يقول لك من حقها، دوله ذات السياده، من حقها تنضم الى حلف الناتو، تنضم الى الاتحاد الاوروبي، ويقول لك ما فيش قانون دولي يمنع ان اوكرانيا او اي دوله تنضم لحلف الناتو او الاتحاد الاوروبي. قانون دولي ايه؟ القانون الدولي، القانون اللي بتتكلموا عليه ده قانون القوي بس، مفيش حاجه اسمها قانون دولي وغيره. يعني انتم تذكروا كم مره فعلت حق الفيتو، اللي هي امريكا استعملت حق الفيتو بتاعها في مجلس الامن ضد فلسطين، ضد فلسطين، كل ما الناس تجمع على ادانه اسرائيل هو ما يرفضوا حق الفيتو. كم مره استخدمت امريكا حق الفيتو في القضيه الفلسطينيه؟ كثير جدا. فالنهارده يجوا دي بقى ايه؟ الكيل بمكيالين. ثم يخرج علينا بعض الاعلاميين على قنوات، واحده بتقول لك هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، انهم جيراننا مسيحيون وبيض. يعني تخيل انت حتى العنصريه في ظل الحرب والقصف اللي بيحصل عليهم ده كله، وهم برضه نفس العنصريه والتمييز العرقي، وشفت اقول لك ايه؟ هؤلاء ليسوا لاجئين من سوريا، انهم جيراننا. جيراننا والعراقيين مش جيرانهم، السوريين مش جيرانهم، مش انسان. في حقوق الانسان هنا اللي بيتكلموا عنها يا اخوانا. وتجد عربي منبطح متعاطف مع اوكرانيا ومتعاطف مع الغرب. لا، هي المساله يعني هم الاثنين اعداء، لكن المساله على الاقل يعني ان امريكا انتهكت حقوق الانسان في بلادنا، دمرت بلادنا، عماله تزرع الفتن في بلادنا، وهي اللي عملت داعش، وهي يعني تخيل انت امريكا عملت ده كله. والاخر يقول لك ايه؟ مسيحيون وبيض. طيب اشمعنى مسيحيون وبيض؟ في الحدود مع بولندا هم المهاجرين دول او اللاجئين،
بيعملوا تمييز ما بين السمر لا فرقه وما بين البيض. طب يعني مسيحي اسمر ما ينفعش؟ لا، شرط انه مسيحي ابيض. طيب لو مسلم ابيض ينفع؟ لا برضه. شوف الشرط بقى، مسلم ابيض لا، لازم يكون ايه؟ مسيحي ابيض. طيب مسيحي زيكم من ديانتكم بس اسود؟ لا، لازم مسيحي ابيض. يعني فدول جيراننا مش يعني حتى بيعملوا في يعني ده لاجئ محتاج المساعده ومحتاج المعونه. شوف دي قلوب تعرف حقوق الانسان، عندها رحمه. هذه القلوب عندها رحمه لما تطلب، لما تعمل تمييز ما بين اللاجئ السوري اللي فر من الحرب محتاج المساعده والايواء، وما بين اللاجئ الاوكراني او اي لاجئ حتى هندوسي وملوش مله، اي لاجئ في الدنيا اسود ابيض برتقالي اي حاجه. هي دي فيها خيار وفقوس؟ عندهم هم فيها. تلاقي بعض العرب المنبطحين المتخلفين اللي عندهم مرض واسمه الغرب، عندهم عقدة النقص من الغرب، عن الغرب دول احسن حاجه في الدنيا. الناس دي ما عندهاش اخلاق. الغريب كمان يطلع واحد تاني يقول لك ايه، مراسل اللي هو قناه CBS نيوز بيتكلم عن اوكرانيا، يقول لك ليست اوكرانيا هي العراق ولا سوريا او افغانستان، هذا بلد متحضر ودولة أوروبية ولا يصح أن يحدث فيها مثل هذا. يعني يصح أن يحدث مثل هذا في العراق، في أفغانستان، في أي حتة في 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 في, في بلاد العرب والمسلمين. لكن عشان أوكرانيا دولة متحضرة هم بيقولوا طبعا حسب زعمهم، ودولة أوروبية ما ينفعش يحصل فيها كده، ينفع يحصل في بلادنا. وتجد بعض الخنوعين يتعاطف مع هؤلاء. المسألة احنا نرفض الدماء ونرفض القتل وضد كل ده أساسا، ضد اي لون وضد اي عرقيه وضد اي ديانه. لكن انا بكلمكم على التمييز العرقي والعنصري لهذه البلدان، هم دول ما عندهمش اخلاق. وتجد برضو الاعلام بيطبل والاعلام بيحاول يوصل صوره ان بوتين دموي وان بوتين مش من حقه وغزو مش من حقه. ايه؟ طب ايه اللي جاب امريكا يعني عندنا عشان مش من حقه يعني؟ فلازم يا اخوانا اصل شوف لما تبدا امريكا تبقى يعني قطب واحد، والظلم اللي بتعمله استخدام حق الفيتو وتفرض علينا ثقافتها الفاسده اللي ضد اخلاقنا وضد مبادئنا وضد عاداتنا وضد تقاليدنا وضد العرف وضد الدين، تفرض علينا الشذوذ وتفرض علينا النفريه، تفرض علينا يعني حاجات هي مش بتاعتنا، ما تنفعناش في حاجه، هي تنفع عندهم ما تنفعش عندنا. فهل هذا يعني يليق؟ يقول لك اوكرانيا ليست العراق ولا سوريا ولا افغانستان، هذا بلد متحضر ودوله اوروبيه. والتانيين يقولوا دول جيراننا مسيحيون بيض، مسيحيون بيض. شوف الشرط بقى، الشرط الدقيق يعني. فالناس دول اصلا لا يعني لا يستحقون التعاطف معهم، لانهم لم يعطفوا على احد. هم اكثر ناس قتلوا في العالم. مين اللي القى القنبلتين؟ اليست امريكا؟ فيعني لا تنخدعوا بالاعلام ولا تنخدعوا بهذا كله، احنا مصالحنا. وانا يعني اخر الحلقه لا ننسى الاشاده بالموقف الاماراتي على وجه الخصوص. اما الموقف المصري والسعودي يعني ليس بجديد، يعني على مصر والسعوديه ان هم يعني يتخذوا هذه المواقف، واخد بالك. لكن انا يعني بصراحه هذا موقف تحمد يعني عليه الامارات ونشيد به، وهذا انصاف بغض النظر انني اختلف مع الامارات في ملفات كثيرة، لكن هذا موقف جيد. وموقفهم في مجلس الامن بالامتناع عن التصويت، مع ان يعني التصويت او قله التصويت ما كانتش يعني هتاثر، لان روسيا هتستخدم حق الفيتو، لكن على الاقل موقف، على الاقل يحسب موقف حيادي. احنا فعلا لازم نتخذ الحياد، ويا ريت اتمنى ان تكون مواقفنا كلها العربيه بالتحديد ان هي تكون مواقف يعني متناسقه مع بعضها ومتفقه مع بعضها، تهدف الى مصالحنا كعرب واهدافنا كعرب، وكلنا ايديولوجيه مشتركه. يا ريت، وهذا اللي انا يعني ده اللي انا بتكلم عليه دايما، احنا يجب ان احنا نكون فعلا وحده واحده، كتله واحده حقيقيه، مش زي ما بيحصل. لعل هذه الحرب توحد الأطراف العربية والدول المارقة، واخد بالك، ولعل هذه الحرب تكون عبرة تعتبر بها هذه الدول
التي يعني تذهب يمينا ويسارا ضد مصالح الامه، لان احنا مش مصلحتنا ان احنا نعادي روسيا على الاطلاق، لان احنا ما شفناش حاجه من امريكا. يعني امريكا دي بالظبط المثل المصري بيقول لك ايه؟ يعني افتكر لك ايه يا بصله وكل خرطه فيك الدمعه. البصل انت بتخرطه كده وتقطعه، كل ما تعمل كده تدمع تدمع. هي بالظبط كده امريكا واوروبا. نفتكر لهم ايه؟ ولا حاجه. في النهايه ان احنا نخرج مستفيدين من هذه الحرب، لا نخسر اي طرف من الاطراف، ونحاول ان احنا يكون لينا وضع بين الامم، ولعل هذا يكون ضعف لكليهما وتنهض امه الاسلام. لكن لن تنهض هذه الامه الا باجتماعنا حول كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هدفنا واستراتيجيتنا وايديولوجيتنا، واخد بالك ازاي، يكون رفع كلمه لا اله الا الله، وان يعني تكون هذه الامه عزيزه قويه، ونقود العالم كما كنا نقوده من قبل. وساعتها هيكون العالم في نعيم فعلا. لو ان المسلمون هم الذين يقودون العالم لما رايت هذا الظلم كله ابدا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الامه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر والسعوديه والامارات وكل الامه والكويت، كل الامه العربيه. اقسم بالله انا احبهم، هم بلادي. يعني محدش يفتكر اي انا بهاجم اي دوله، انا بكرهها، اقسم بالله على ذلك. انا محدش غصبني على كده، انا بتكلم بكل صراحه، وكلامي والله خوفا، وان انا بستخدم يعني اسلوب الصدمه، لاني فعلا يعني، لكن انا بكره حد ابدا اطلاقا، ولا عمري اكره اي مسلم. هذا مسلم في النهايه، يختلف معايا يعني مناكفات، لكن لا اكره احدا، وانما انا اكره افعالهم التي لا ارضى عنها، ولا ارضى عنها اي مسلم ولا عربي شريف ولا حر كمان. هذا هو يعني. هذا وبالله التوفيق، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.